تمام يا مس. وكمان في درس الثاني من المالتيبلاينج ميكسند نيوميرالز داخل معنا في الامتحان يا مس، داخل معنا في الامتحان. وشو معنى هذا الحكي يا مس؟ الضرب ميكس نيوميرالز يعني الضرب عدد صحيح يا مس بعدد كسري، عدد صحيح عدد كسري. طيب خلينا نشوف in simple forms في أبسط صورة. طلعوا علي مس كيف بدي أمشي على آلية. أول إشي يا مس، ما بقدر أضرب عدد صحيح في عدد كسري بدون ما أحول العدد الكسري لكسر غير فعلي. كيف هاي يا مس؟ 7 × 1 = 7 + 2 = 9/7. ضرب يا مس 3 مقامها رح يكون 1. هسا بضرب بشكل طبيعي. 3 × 9 كم؟ 27/7. 27/7. طيب هون يا مس 4 × 2 بدي احولها لكسر، وهاي بدي احولها العدد الكسري لكسر لاقدر اضرب. 8 × 1 = 9/4. 3 × 3 = 9 و1 × 3. يا مس بتصفي هون عندي 90/12. تقبل قسمة على 2 هون 45. بدي أبسطها بأبسط صورة، وهي بتقبل قسمة على 2 يا مس كم؟ 6. طيب وبتقبل القسمة على 3 2، وبتقبل القسمة على 3 45/3 15. إذا 15/2 يا مس بأبسط صورة، 15/2 بأبسط صورة. 4 × 2 يا مس 8 + 1 = 9/4. 3 × 3 = 9 + 1 = 10/3. طبعا هاي المسألة مس نفس هاي المسألة بس مو عادة. طيب خلينا نطلع هون يا مس. 4 × 2 = 8 + 1 = 9/4. ضرب 6 المقام راح يكون 1، مقامها 1. 9 × 6 يا مس 54/4. 54/4. طبعا يا مس هون عندي 2 احدهم زوجي، فبقبل القسمة على 2. هون تقسيم 2 بتضلها 2، وهون تقسيم 2 بتضلها 27. إذا أنا هيك يمس بهاي الطريقة قدرت أبسط في أبسط صورة. 3 × 1 يمس هون 3 + 2 = 6/3. ضرب 8 × 3 = 24. 24 × 7 = 7. 28 هون طبعا مقام 8. 24 و7 كم؟ 31. 31. طيب 3 × 8 يمس هون 24. 31 × 6 106. طبعا يمس هون تختصر، بتكون تختصروا البسط مع مقام. الأحد هون 6 وهون الأحد 4، فبيقبل القسمة على 2، فبتقسموها على 2 يا مس، بتقسموها على 2. طيب خلينا نشوف مسائل تانية. 4 × 5 = 20 + 1 = 21/4. ضرب 2 × 2 = 4 + 1 = 5. هون عفوا 5/2. ضرب 3 × 1 = 3 + 1 = 4/3. هلا يا مس ببلش اختصر بسط مع مقام، يعني بسط هاي بروح مع مقام هاي. اختصرنا ولا ما اختصرنا؟ اختصرنا. مقام هاي مع بسط هاي في اختصار بيناتهم بين 3 و21. هون تقسيم 3 و1، وهون تقسيم 3 كم؟ 7. هيك بأبسط صورة شو بتصير؟ 7 × 5 = 35/2.
تنين. طيب خلينا نطلع على هاي المسألة يا ماس. 5/6 اللي هو كسرة طبيعي ضرب عدد الكسر بدي احوله لكسر 3 × 1 3 + 1 4 على 3 × 2 = 1. بدي اختصر يا ماس هون بسط مع مقام، بدي اختصر بسط مع مقام. الواحد ما بتقبل قسمة من هون ولا مع حدا، الثلاث ولا مع حدا، الستة نعم، الستة والتنين في بيناتهم عامل مشترك انهم التنين في جدول التنين. هون تقسيم 2 = 1، تقسيم 2 = 3. 5 × 4 يمس 20 على 3. طيب خلينا نطلع هون، 5/6 يمس بتنزل زي ما هي، ضرب 8 × 1 8 و3 9 × 10 = 11 11 على 8 ضرب 3 × 2 6 × 2 8 على 3. هسه مس بدي اختصر بسط مع مقام، هذا البسط بروح مع هام المقام، وفي عامل مشترك بين مين ومين؟ ما في، بين الستة والحداش ما بزبط، وبين الستة والخمسة ما بزبط، بين الثلاثة والحداش برضو ما بزبط، وبين الثلاثة والخمسة ما بزبط. إذا هي يا مس هنا بأبسط صورة، بأبسط صورة، تمام؟ طيب هسه يا مس 5 × 11 55 6 × 3 18. خلينا نحل يا مس هون كمان مسألة، خلينا نشوف هاي 5 على 1 ضرب، بدنا نخلي كلهم يا مس فراكشن، بدنا نخليهم كلهم كسور بدون أعداد صحيحة. 7 × 1 يا مس 7 + 1 8 على 7 ضرب 5 × 2 = 10 1 = 11 على 5 بسط هون يا مس بروح مع المقام، هون شو بضل عندي 88 على 7 بضل 88 على 7. الموضوع كتير سهل يا مس، بس اللهم بدكم تحولوا الأعداد الكسرية لكسور، والعدد اللي ما له مقام بحط له 1، هيك بتترتب عندي المسألة وبقدر أضرب البسط بالبسط والمقام بالمقام.